سلام من الله عليكم أحبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان، أحييكم أحلى تحية. موعدنا يتجدد عبر الشرقية وعلى الهواء مباشرة، نأخذكم إلى متابعة رياضية نتعرف من خلالها على أهم التقارير والأحداث الرياضية. نبدأ جولة الشوط الثالث هذا اليوم سادتي الأحبة من الذكرى السنوية لرحيل غزال الكرة العراقية الكابتن ناظم شاكر، إذ استذكر الجمهور الرياضي هذا اليوم الذكرى الثانية لرحيل غزال الكرة العراقية وأحد نجوم المنتخب الوطني في مونديال المكسيك وأحد نجوم العصر الذهبي للكرة العراقية، صخرة الدفاع والسد المنيع ومرعب المهاجمين الراحل ناظم شاكر. ناظم شاكر الذي ولد في 13 أبريل 1958 في بغداد، واللي كانت مشاركته الأخيرة مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم دوليا، ومن ثم اعتزل اللعب نهائيا عام 89 مع فريق الطيران بسبب الإصابة، ليتجه بعد ذلك لميدان التدريب، وكان أول فريق عمل معه مدرب هو نادي السلام عام 92، حيث كان عامه الأول في الدرجة الممتازة. ثم قاد شاكر فرق الكرخ وأربيل ودهوك والنفط وبيريس والقوة الجوية والمصافي وأرارات، كما واحترف التدريب في أندية أردنية وإماراتية وخليجية، وتم تكليفه في العام 2005 مدربا للمنتخب الأولمبي، ثم عمل كمدربا للمنتخب الوطني الأول عام 2010، لكنه قدم استقالته في 2011 بعد فوز العراق على إيران في التصفيات الأولمبية، كما وعمل أيضا كمدرب لفريق الميناء البصري وفريق الشرطة. توفي مساء يوم الجمعة 11 أيلول 2020 في محافظة أربيل بسبب إصابته بفيروس كورونا. نعم، رحل ناظم شاكر لكن ذكراه بقيت حاضرة في ذاكرة كل الجماهير الرياضية ومحبيه. ناظم شاكر ذلك الأسد والسد المنيع للكرة العراقية ترك إرثا كبيرا وسجلا مفعما بالإنجازات. تعالوا لنتابع هذا التقرير اللي أعد القسم الرياضي واللي قرأه أنس السامرائي، اللي يتحدث عن رحيل غزال الكرة العراقية ناظم شاكر. وكأنه مصاب الأمس، فاليوم مرت سنتان على رحيل غزال الكرة العراقية ناظم شاكر، سنتان لم تفارق خيالنا، وسيرتك حاضرة معنا في كل صغيرة وكبيرة، بل وإنجازاتك لا تزال حديث الناس ومحبيك. سنتان مرتا على رحيل صخرة الدفاع العراقية وكأنها ساعات. رحل ذلك النجم الكبير الذي طرز صدره بوشاح مجد الكرة العراقية، كان عملاقا في خط الدفاع، أرعب خصومه وأوقف سيل الهجمات على المرمى العراقي بعنفوانه وشجاعته الباسلة التي لم يدخرها حباً بالوطن. أبا فهد، لا راد لقضاء الله، رحيلك أوجعنا وسيرتك الحاضرة أتعبتنا. لن نزال نستذكرك وأنت ضيف علينا في آخر ظهور لك معنا بأيام عيد الفطر المبارك، تتحدث بروحك الوطنية عن النازحين وعن مستقبل آمن لشرائح الشعب العراقي، وكأنك تحمل هموم شعب
بأكمله. الناس اللي من نازحين، اللي شهداء، نسوان أرامل، أطفال تتمت، هاي الأمور كلها العراقيين الأصلاء اللي من أعمارنا صراحة تنقهر لما تعيش هيك حالة، وخصوصا الإعلام ما شاء الله صار إعلام قوي حاليا، كل صغيرة وكبيرة تكون أمامك فتتأثر أكيد، وإن كنت أنت في وضع جيد لازم تحس بأخوك المسلم. روحك الوطنية هذه وحبك للبلاد أصبح مثالا يحتذى به. أبا فهد، رحلت عنا بجسدك النقي وشجاعتك الكبيرة، وبقي حب الناس إليك وتاريخك المرصع بالماس بقي مستمرا ليومنا هذا. أبكيتنا مع من رحل معك ضحية لفيروس كورونا، وأدميت قلوبنا شوقا إليك. وعد أيها النجم الكبير، لن ينساك محبك ولن يمحى تاريخك وسجلك الخالد، وستبقى مدرسة للشجاعة وحب الوطن. رحمك الله أبا فهد. طبعا بكل أسف وحسرة كل الوعود اللي تلقيناها فور رحيل الكابتن ناظم شاكر من عدد من مسؤولي الرياضة ذهبت أدراج الريح. للأسف الشديد لم يتم تعيين واحد من أولاده أو تخصيص راتب أو تخصيص منحة أو ما شابه ذلك لإعالة عائلته. عائلته اللي يعني أقولها وبكل أسف لم تعد تمتلك شيئا، اللي كان مصدر قوتها الوحيد هو الراحل الله يرحمه، كان يشتغل ويكد على أهله وعائلته. بعد أن لبى نداء ربه انقطعت كل المؤن وسبل العيش. هسه ما نقول العيش الكريم، نقول أبسط مقومات العيش. طيب وين الوعود اللي أطلقتوها؟ وين الكثير من الأمور؟ راح نعين فلان ونجيب علان ونخصص راتب معين. ترى كل اللي تقدموه ما يوازي جزء من ما قدم الراحل ناظم شاكر والراحل أحمد راضي والراحل علي هادي وجميع من توفاهم الله من رموز الرياضة العراقية. ما توفوهم لأن قدموا الكثير الكثير. طبعا للأمانة يعني تصرف شجاع يحسب للسيد خالد قبيان رئيس الهيئة الإدارية لنادي الحشد الرياضي، رئيس اتحاد السباحة، اللي وجه الدعوة إلى نجل الراحل ناظم شاكر فهد وقال له تعال نوقعك عقد حتى تلعب معانا في دوري الدرجة الأولى أو الثانية ما أعرف، وجزاه الله ألف خير. هي طبعا محاولة لتكريم الراحل وما قدمه. أما المحاولات الأخرى فأني أسأل وين وزارة الشباب؟ وين اللجنة الأولمبية؟ وين اتحاد الكرة؟ وين 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 وين؟
حتى المنحة اللي كان يأخذها الله يرحمه منحة الرياضيين الرواد الأبطال قطعت، لأنه ما أدري اللي سن هذا القانون وجه بعد وفاة الرمز تقطع المنحة عنه، وكأنه يعني ما أعرف شنو هالتفكير اللي خلى هذا البند في الوقت اللي عوائل الراحلين من رموز الرياضة يكونون بأمس الحاجة إلى منحة الخمسمية والستمية اللي ما عاد تكفي. 500 و600 اشتكفي بهذه الفترة وبهذا الوقت وبهذا الغلاء اللي ديشهد العالم كله، مو بس العراق، العالم كله ديشهد موجة غلاء. لكن أرجع وأقول هكذا يكرم الرمز الرياضي ناظم شاكر، اسم كبير إذا تحدثنا عن إنجازاته وما قدمه للكرة العراقية وللرياضة العراقية وإلى ناديه الأم القوة الجوية، يمكن هاي الحلقة والحلقة البعدها ما راح تكفي. لذلك كنا وما زلنا نمني النفس بالخيرين من أبناء وطننا وأبناء بلدنا، وأكو عندنا ناس يستحقون الاحترام. ممكن نذكرهم لأن نسوا صار سنتين، فذكر إن نفعت الذكرى، ونقولهم هلا تلهلا بعائلته، هلا تلهلا بتاريخه هذا الكبير، هذا الرمز، هذا الشجاع، هذا اللي أطلقت عليه الألقاب السد المنيع وسدة الكوت وغزال الكرة العراقية وصخرة الدفاع العراقي و و و و. اذكروا بطولة العالم العسكري، اذكروا كأس العالم، اذكروا بطولات الخليج، اذكروا التأهل إلى الأولمبياد، اذكروا بطولات مرديكة، دورة الألعاب الآسيوية في نيو دلهي. هسه هاي اللي دن نتذكرها، أما اللي ما دن نتذكرها فأعتقد يعني سيرة مفعمة بالإنجازات. لذلك أرجع وأقول هلا تلهلا برموز الرياضة وعوائلهم، خصوصا من يتوفاهم الله. رحمك الله أيها الأسد المنيع، رحمك الله أيها الكابتن الذي قدمت كل ما لديك حبا وعرفانا بالعراق وأهل العراق، ويكفي إنك فضلت العمل في العراق على أن تذهب خارج العراق وتستقر به في الوقت اللي سنحت لك الفرص الكثيرة أن تغادر خارج الوطن وتعيش، لكن قلت ليلة من ليالي العراق وبغداد تسوى الدنيا كلها. فخش مجازا جازوك، إنا لله وإنا إليه راجعون. سادة الأحبة، نعود لتكملة حلقة هذا اليوم من الشوط الثالث، ونذهب إلى لقاء وزير الدفاع جمعة عناد بالكابتن رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، إذ استقبل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد هذا اليوم بمكتبه رئيس اللجنة الأولمبية العراقية الكابتن رعد حمودي، وبحث الجانبان أطر التعاون المشترك بين وزارة الدفاع واللجنة الأولمبية وسبل تعزيزها بما يخدم الحركة الأولمبية العراقية، حيث قدمت الملاكات العسكرية الكثير من الكفاءات الرياضية الوطنية اللي كانت قد مثلت المنتخبات العراقية في المحافل الخارجية. طبعا اللقاء كان مثمر، وتم مناقشة الكثير من الأمور الخاصة بالتعاون المثمر بين المؤسسة العسكرية العراقية وما بين اللجنة الأولمبية، وأيضا كان هناك نقطة في غاية الأهمية هي اختيار الهيئة المؤقتة لقيادة فريق القوة الجوية، وهذه الهيئة ستباشر، الهيئة المؤقتة ستباشر عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، وتقود دفت الأمور الفنية والإدارية حتى إجراء الانتخابات اللي راح يتفق عليها ما بين الأولمبية وما بين وزارة الشباب. إلى منتخب ناشئة العراق اللي عاد بحفظ الله ورعايته إلى أحضان الوطن على متن طائرة خاصة خصصت من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إذ عادت إلى أرض الوطن بعثة منتخب العراق للناشئين بعد ختام معسكرها التدريبي في الجزائر العاصمة. رحلة عودة وفد الناشئين كانت على متن طائرة خاصة من الجزائر إلى العاصمة الحبيبة بغداد بعد ختام المشاركة في بطولة كأس العرب
دون 17 عام وانتهاء معسكره التدريبي هناك استعدادا لنهائيات آسيا اللي راح تنطلق في العاصمة العمانية مسقط الشهر المقبل. وعبر الكادر التدريبي للفريق عن سروره للفائدة الفنية الكبيرة اللي خرج منها الفريق عبر معسكر تدريبي لمدة أسبوع بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس العرب للناشئين أمام الأخضر السعودي في الدور ربع النهائي. هذه اللقطات اللي تشاهدوها عبر برنامجنا هي للحظات مغادرة بعثة الناشئين ووصولها إلى أرض الوطن بحفظ الله وعنايته. طبعا شكر لرئيس الوزراء العراقي الأخ العزيز مصطفى الكاظمي على دعمه للمنتخبات الوطنية وتخصيصه الطائرات الخاصة لنقل البعثات العراقية. يعني هذا أكبر دليل على أنه الأمور طبيعية كانت، والفريق دخل معسكر تدريبي بالجزائر وقالوا أكو مناشدات والدنيا مقلوبة وراح يلمون كروة من اللاعبين ويرجعون، لذلك هذا الرد كان واضحا وطائرة الأخضر العراقي تصل إلى الجزائر العاصمة وتنقل البعثة العراقية اللي وصلت إلى بغداد. أيضا نعرض لحضراتكم هذه اللقاءات اللي أدلى بها الكادر الإداري والتدريبي واللاعبين اللي تحدثوا عن طبيعة المعسكر اللي خاض الفريق العراقي في الجزائر العاصمة استعدادا للبطولة الآسيوية للناشئين. نتابع هذه اللقاءات. الحمد لله على سلامة الوصول مبدئيا، الحمد لله على كل حال. اشتركنا في بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة والحمد لله يعني طلعنا بهذه النتائج الطيبة. الأمور كانت طيبة بكل معنى الكلمة. تأخرنا في مسألة العودة للعراق ولكن الحمد لله أنه يعني استغلينا هذا الشيء بإجراء معسكر بعد الاتفاق ويا الأخوان في اتحاد الكرة. بعد انتهاء مشاركتنا في بطولة العرب استغلينا تواجدنا في الجزائر، اجرينا وحدات تدريبيه صباحيه ومسائيه، وللامانه كان الاتحاد انه قدم طلب انه نبقى الى يوم 16 في الشهر انه اجراء معسكر في الجزائر، لكن انا ارتئيت انه نعود الى بغداد لانه نحتاج راحه ونحتاج لاعبين انه يلتقون بعوائلهم، ومن ثم راح نغادر ان شاء الله يوم 14 في الشهر الى محافظه النجف او البصره اجراء معسكر تدريبي مغلق يستمر اسبوعين. دخلنا بالبطوله باجواء وروحيه عاليه من جميع اللاعبين والكادر الفني والطبي والاداري، وقدمنا اداء جيد في الثلاث مباريات الاولى في دور المجموعات، لكن لم يحالفنا الحظ في المباراه ربع النهائي امام المنتخب السعودي، وعسكرنا في عاصمه الجزائر، والمعسكر كان في اجواء طيبه وروحيه عاليه من اللاعبين واستعداد جيد لتصفيات اسيا. نشكر الاتحاد على هذا المعسكر، نشكر الاتحاد العراقي مرة ثانية على إرسالهم لنا طائرة خاصة. قدمنا نتائج جيدة ترضي الكادر التدريبي في إعداد أقل من شهر، وبعدها دخلنا في معسكر تدريبي في العاصمة الجزائر، واستفادينا من هذا المعسكر وإن شاء الله نقدم نتائج في تصفيات آسيا. قدمنا مستويات ممتازة رغم الفترة القصيرة التي تمرنا بها، وإن شاء الله نتقدم في بطولة تصفيات كأس آسيا في مستوى ممتاز، والحمد لله استفادينا في معسكر في الجزائر العاصمة الجزائرية، وإن شاء الله عاملين طموح عالي في تصفيات كأس آسيا، ونشكر الاتحاد ونشكر المدربين والمشرفين ورئيس الوحدة. طبعا شكرا لكل المتحدثين وحمد الله على سلامة وصول البعثة العراقية إلى العاصمة الحبيبة بغداد. نأمل من أحمد كاظم وكتيبتي الظهور بمستوى جيد في تصفيات آسيا للناشئين اللي راح تنطلق إن شاء الله في مسقط قريبا. راح يكون المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي للناشئين ميثم الحسني ضيفا في الشوط الثالث للحديث عن طبيعة المعسكر والمشاركة وما خرج به الفريق العراقي في هذه البطولة.
إلى الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم سادتي الأحبة، واللي راح يكون مخصص لإنجاز كبير حققه فريق دهوك بالعودة مرة أخرى لمصاف الدوري الممتاز على حساب الناصرية وأمانة بغداد في مباراة البلاي أوف، إذ حقق فريق دهوك فوزا كبيرا على أمانة بغداد في المباراة الفاصلة التي جرت على ملعب المدينة يوم أمس، إذ حقق فريق دهوك فوزا بهدفين نظيفين استطاع من خلالهما أن يتأهل بجدارة واستحقاق لمصاف الدوري الممتاز. هذه المباراة اللي حضرها جمهور كبير من دهوك، بل وتابعتها جماهير دهوك عبر شاشات عملاقة داخل مدن دهوك في إقليم كردستان. فريق دهوك قدم مباراة كبيرة عكس فريق أمانة بغداد اللي صب نار غضبه على الاتحاد وفتح النار بداعي أن الحكم لم يكن منصفا في هذه المباراة اللي انتهت لصالح فريق دهوك واللي من خلالها تأهل بجدارة واستحقاق لدوري الكرة الممتاز بعد غياب دام 5 مواسم متتالية. إذن مبارك لفريق دهوك هذا الإنجاز، وأكيد حظ أوفر لأمانة بغداد، خسارة غير متوقعة بالنسبة لأمانة بغداد لكنها كانت نتيجة طبيعية لفريق دهوك اللي بدأ أداء بالتصاعد لا سيما بعد فوزه على الناصرية بفارق ركلات الجزاء الترجيحية. فريق الشوط الثالث كان حاضرا وشارك أفراح نادي دهوك ولاعبيه بالتأهل إلى الدوري الممتاز. تعالوا لنتابع هذه التغطية لفريق عمل الشوط الثالث وزيد السراج عقب تأهل دهوك لمصاف الدوري الممتاز. مشاهدي الشرقية والشوط الثالث أهلا بكم، عودناكم على التواجد في قلب الحدث الرياضي. التغطية الرياضية لهذا اليوم ستكون مخصصة عن فريق دهوك ونجاحه في العودة إلى الدوري الممتاز. المشاعر، الأفراح، ردود الأفعال والتصريحات جميعها ستكون في هذه التغطية. أرجو التفضل بالبقاء معنا. هذا الفوز لجماهير نادي دهوك اللي حسويانا بغداد واللي دهوك انتم تشوفون يعني الاجواء دهوك شلون. النادي دهوك متعطش ليرجع للدوري الممتاز، الحمد لله هاي صار 7 سنين احنا ما لعب الدوري الممتاز، واليوم صعدنا يعني فرحه ما وصف اللي بصراحه. ممنون من شارع الرياضي العراقي كلها يعني داعم وساهم الفريق، احنا ممنونين منهم واللي آزر الفريق كل جماهير، ممنون منكم. إن شاء الله راح نكون إضافة جيدة لدوري ممتاز. حرص الإدارة وتفانيها وما يقولون يعني جديتها بالعمل. شيء ثاني اللاعبين كانوا عائلة واحدة، كلهم همة وإصرار، كلهم ما يقولون عندهم هدف واحد طموح واحد وإيصال دهوك لدوري الممتاز. والله نحن جينا من دهوك خصوصا لهاي اللعبة، صعود وطريق بعيد والحمد لله والشكر، ما اجينا رجعنا خالي الحمد لله والشكر، صعدنا للدوري الممتاز. طبعا انجاز يحسب للاعبين بعد غياب فتره عن الدوري العراقي الممتاز، لكن دهوك من الانديه الصعبه والاسماء القويه كانت في الدوري الممتاز، الحمد لله والشكر تكللت بالنجاح. بدينا والله الحلم تدري شوي شوي يكبر، بدينا مباراه الناصريه والحمد لله والشكر الله وفقنا وتاهلنا
أما مباراة أمانة بغداد فتدري الطموح كبر جدا والكادر التدريبي يشتغل على ما هو موجود. اللاعبين كانت لهم رغبة كبيرة أن يتواجدون بالدور الممتاز بحيث أنهم لا يقلون أهمية عن لاعبين دور الممتاز. تعرف أنت اسم دهوك لازم يرجع للممتازة، سبق وأن حقق لقب الدوري. راح نستمر بالتنظيم الفريق لأن بصراحة الجاي أصعب، يعني احنا دخلنا الدوري الممتاز وإن شاء الله يعني أهم لهذا الموسم ما راح نكون مثلا صيد سهل للفرق، وإن شاء الله دهوك راجع بقوة وإن شاء الله ينطي جمال للدوري العراقي، لأن يعني الملعب وجمهور يخبل وناس تخبل وفرحانين، حيل فرحانين الحمد لله الحمد لله. مبروك للإدارة، مبروك أخوان اللاعبين، مبروك الجمهور، صراحة كان رقم صعب في المباراتين. الجمهور أتوقع نادي دهوك يتواجد في الدوري راح يكون حصان أسود في الدوري، لدينا جمهور أكثر مرة محافظة محبين للنادي، أيضا إدارة داعمة بشكل للنادي. إحنا كلاعبين كان طموحنا من مباراة الناصرية صعدنا الدور الممتاز، إن شاء الله كلاعبين ما نتوقف لهذا الجانب، إن شاء الله راح نكون رقم صعب في الدوري إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام كان هذا جزء من ردود أفعال بعثة فريق دهوك بكرة القدم والتي تأهل فريقها إلى الدوري الممتاز بعد غياب طويل. فرح كبير عما الجانب الإداري والفني واللاعبين والجماهير والتي أتت من مسافات بعيدة من محافظة دهوك أقصى شمال العراق إلى العاصمة بغداد. نبارك لفريق دهوك عودته بعد غياب طويل وحظ أوفر لفريق أمانة بغداد. إذن شكرا زيد على هذه التغطية، ومبارك مرة أخرى لفريق دهوك وإلى جمهوره وعشاقه. سادتي الأحبة، للحديث عن هذا الفوز والتأهل بجدارة واستحقاق يسعدنا أن نحاور ضيفنا الكريم أحد الصحفيين الرياضيين المعروفين، طبعا بالتأكيد هو الصحفي الرياضي عماد البكري الذي ينضم معنا من بغداد وعلى الهواء مباشرة. أستاذ عماد مرحبا بك ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية. تحية لك أستاذ محمد، تحية لكل جماهيرك وتحية للكادر الموجود معك، وأشكرك جدا على هذه الاستضافة. يا أهلا ومرحبا أستاذ عماد، تعرفنا على ضيفنا الكريم. نذهب إلى هذا الفاصل وراجعين للحديث مع الأخ العزيز الأستاذ عماد البكري وتأهل دهوك لدوري الكرة الممتاز من جديد. أهلا بكم من جديد، وأرحب مرة أخرى بضيفي الكريم العزيز الصحفي الرياضي والإعلامي عماد البكري. أستاذ عماد، ماذا يشكل لكم عودة فريق دهوك مجددا لدوري الكرة الممتاز، لا سيما نحن نتوجه بهذه الأسئلة لقربك من هذا النادي ورياضة دهوك بحكم استقرارك وأيضا العمل الإعلامي والصحفي في الرياضة الكردستانية؟ نعم، تحية لك من جديد أستاذ محمد. الحقيقة عودة دهوك إلى منافسات الدوري الممتاز من جديد لم تكن سهلة أبدا، كان الطريق صعب جدا، كانت هناك معاناة كبيرة، كان هناك الوضع ليس في صالح الفريق، لكن الحقيقة من يعرف إدارة دهوك اللي جلها حاليا جلها من شباب جدد اللاعبين السابقين من أمثال جاسم حاجي وخالد مشير وغيرهم من الشباب اللي صدوا لمسؤولية إدارة نادي دهوك، كان التصميم منذ البداية على العودة من جديد إلى حظيرة الكبار. نعم، كان هناك عمل جاد، عمل حقيقي على كافة المستويات من أجل هذه العودة. نعم، حقيقة الفوز اللي تحقق وما يعني تلاه من احتفالات جماهيرية كبيرة تدل على التفاف جماهير محافظة دهوك حول الفريق، كان هناك عرس
يعني كبير لا يشبه إلا عرس الفوز بالدوري عام 2009 لأول مرة، كانت المرة الوحيدة اللي فاز بها فريق دهوك بلقب الدوري الممتاز. نعم. عرس العودة من جديد كان يشبه عرس الفوز بالدوري، كان هناك يعني احتفالات على مستوى المحافظة في حقيقة في كل بيت دهوكي وفي كل مقهى وفي كل شارع، كان هناك التفاف كبير حول الفريق حول الكادر التدريبي، وهذا اللي تحقق بفضل التعاون والانسجام الحاصل بين يعني كل اللي موجودين في نادي دهوك. نعم. العودة ليس سهلة مثل ما قلت لك، كان هناك يعني مصاعب كثيرة، كان هناك تحديات كبيرة، لكن الإصرار على العودة للدوري الممتاز والانسجام الحاصل بين مكونات الفريق بين الإدارة واللاعبين والكادر التدريبي، وحقيقة ما يفرح حقا أنه اللي صد لمهمة قيادة فريق نادي دهوك هو من أبناء المحافظة، هو المدرب سليمان رمضان، هذا المدرب الشاب الطموح اللي يعني بفضل عقليته الكبيرة وبفضل إمكانيته استطاع أن يقود الفريق وسط يعني موجات متلاطمة من التحديات، واستطاع أن يعود الفريق إلى الدوري الممتاز. أستاذ عماد، يعني ما قصة الانحدار الكبير الذي تعرض إليه دهوك بعد أن كان رقما صعبا في مباريات الدوري، وكان ينافس على الألقاب، ينافس على بطولة الكأس، حصل على الدوري تحت قيادة المدرب القدير باسم قاسم، لكنه في السنوات الأخيرة تراجع، تقهقر كثيرا، ثم عاد في هذا الموسم لينتفض ويعود بقوة. هذا السيناريو اللي حصل أستاذ عماد، يعني ما هي أسبابه تداعياته؟ أستاذ محمد، مثل ما تعرف أنت يعني الظروف المادية، يعني باختصار شديد الظروف المادية هي السبب الرئيسي فيما حصل. نعم. احنا نعرف انه دهوك كان يعتمد يعني بالدرجة الأساس على عدد من لاعبي فرق بغداد والمحافظات الأخرى. نعم. كان هناك يعني عدد غير قليل من الأسماء، يعني نجوم كبار يعني معروفين بالكرة العراقية مثلوا فريق نادي دهوك، واستطاعوا ان يعني يوصلون بالفريق درجة، خصوصا مع المدرب باسم قاسم، يعني من المركز الرابع ثم المركز الثالث بعدين المركز الأول، يعني كان هناك تدرج متصاعد بالفريق إلى أن وصل إلى الفوز بلقب الدوري. الظروف المادية اللي حصلت لدهوك أدت إلى أنه أغلب اللاعبين يعني عقودهم مع إدارة النادي السابقة. نعم. الفريق اعتمد على لاعبين محافظة فقط، وكان يعني هناك لاعبين جيدين، هناك لاعبين قادرين على أن يعني يقودون الفريق نحو ناصية النجاح، لكن كان يحتاجون إلى وقت، وهذا يعني ما ظهر جليا في هذا الموسم عندما استطاع الفريق أن يعني يبعد عن طريق فرق صعبة، فرق ليس سهلة أبدا، واستطاع أن يتسلق مباراة البلاي أوف وأن يصل إلى المركز الأول. نعم. فكان هناك فقط كان يعني اللاعبين يحتاجون إلى وقت، يحتاجون إلى استقرار وانسجام، وهذا اللي يتحقق حقيقة بالفترة الأخيرة، بعدما مثل ما قلت لك قبل شوية، بعدما تصدت المسؤولية إدارة شابة تعرف تفاصيل الفريق واللاعبين وتفاصيل الصغيرة والكبيرة الموجودة في نادي دهوك، لأن أغلبهم الآن اللي هم بالإدارة أغلبهم من اللاعبين السابقين اللي كانوا يلعبون الفريق عندما فاز بلقب الدوري. نعم. بس الآن استطاع أن تثمر الجهود وتتحقق، وراح يكون هم عازمين أيضا على أن يكون الفريق ليس مجرد ضيف جديد بالدوري الممتاز، لكن أن يكون فريق مؤثر مثل ما كان في السنوات السابقة. نعم. أستاذ عماد، خلنا نخرج الآن من دهوك ونروح صوب أمانة بغداد، هذا الفريق أيضا اللي صار له تقريبا سنوات طويلة يلعب في المناطق الدافئة، كان حصانا أسودا، يمتلك إدارة، يمتلك مقومات النجاح وراء أمانة بغداد، يعني نادي مؤسساتي، لكن للأسف تفاجئنا بمستواه وتراجع أدائه في مباراة الأمس التي حسمت لصالح دهوك. أسباب تقهقر نادي أمانة بغداد من وجهة نظرك أستاذ عماد؟
حقيقة يعني من حقك أن تتساءل بهذا الشكل عن فريق بغداد، لأن أنا أيضا يعني كثيرا ما هذا السؤال يدور في ذهني، ماذا حصل للفريق يعني لأسود العاصمة فريق أمانة بغداد، هذا الفريق الكبير، هذا الفريق اللي أيضا يعني كان مزدحم بالنجوم، أسماء كبيرة أسماء ثقيلة لعبت في أمانة بغداد، وكان قريبا يعني من المراكز المقدمة، لم يتراجع أبدا في السنوات السابقة، ماذا حصل لأمانة بغداد؟ فعلا سؤال يعني بحاجة إلى إجابة واضحة وشافية من داخل فريق، من داخل نادي أمانة بغداد، ماذا حصل لهذا الفريق؟ فعلا أمر محير، أمر يعني غريب جدا، من فريق منافس وفريق كان معاد على أن يفوز بلقب الدوري. أنا أعرف يعني أنا من المقربين من بعض من إداريين فريق نادي أمانة بغداد، كان هناك إصرار على أنه الفريق يفوز بلقب دوري، يعني يفوز بالمركز الأول، لكن قبل 4-5 سنوات أو أكثر، لكن ماذا حصل لهذا الفريق؟ فعلا أمر غريب يثير كثير من التساؤلات. فريق توفرت له كل ظروف الملاعب، ملعب نعم وإدارة. أستاذ عماد، هو يوم أمس عقب الخسارة فتح النار على الاتحاد، بداعي أن المباراة كان طاقمها التحكيمي لم يوفق، ضربة جزاء لم تمنح، عول أعضاء الإدارة من خلال التصريحات اللي شاهدناها عبر السوشيال ميديا وحتى مدرب الفريق أن هناك كانت بعض الأعمال، ما أعرف هاي من وجهة نظرهم، تريد أن تبعد أمانة بغداد عن المنافسات، فما أعرف يعني هل لديك بعض المعلومات أو قراءتك لردة الفعل هذه؟ أستاذ محمد، طبعا يعني ها مجرد تبريرات. الغريب بالموضوع أنه بعض من جماهير ذوك أيضا قبل المباراة كانت يعني تثير كثير من المخاوف حول طاقم التحكيم الموجود، وكان يعني كان هناك كثير من التساؤلات حول أنه أمانة بغداد عنده أكثر من عضو في اتحاد كرة القدم، أو أكيد التحكيم راح يصير ضد نادي. غريبة يعني الفريقين كانوا يشكون من 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 يعني من كان هناك توجس. يعني توجس نعم نعم حقيقة، بعض من الجمهور أنا سمعتهم إنه كانوا يعني متوجسين من موضوع اللعب في بغداد والتحكيم وغيرها من يعني من هاي المواضيع اللي يعني أثارت مخاوف بعض من جماهير الدوري. لكن يعني أنا أشوف التحكيم، أنا شفت المباراة، التحكيم كان تحكيم عادل، لم يحدث أي شيء يعكر يعني نتيجة المباراة، لم تحدث أي حالة أثرت على النتيجة. فريق الدوري كان يبدو عليه أنه مصمم على تحقيق نتيجة إيجابية، كان هناك دفاع، كان هناك حماسة، كان هناك رغبة في أن يجهزون المحطة الأخيرة ويعودون، بدليل انه هذا الجمهور الكبير اللي حضر من ادوك الى بغداد في هذه الظروف، يعني دليل على انه هناك يعني اصرار على انه يعودون بهذه النتيجه، يعود الفريق بهذه النتيجه. استاذ عماد، محافظه تتنفس كره قدم هذا الشيء يعني واضح، تتنفس كره قدم وكره السله يعني مع الاسف فعلا يعني السله السنوات الأخيرة أيضا شوية تراجعت، لكن أيضا هناك نية لإعادة سلة الهوكي للواجهة. نعم أستاذ عماد، الآن بهذه المعطيات اللي تأهل بها الهوك إلى مصاف الدوري الممتاز، الآن غلقت أبواب الانتقالات والاستقطابات، وبالتالي سيضطر فريق الهوك الخوض لمباريات الدوري الممتاز بهذه الأسماء التي تأهل منها إلى دوري الأضواء. هل ستكفي هذه الأسماء للحفاظ على بعض مكتسبات هذه الإدارة التي تطمح للأفضل في الدوري الممتاز؟ نعم، أنا أشوف الفريق يعني بهذا الشكل، بهذه الصورة اللي شفناها في المباريات الأخيرة مع الناصرية ومع أمانة بغداد، فريق قادر على أن يكون يعني رقم مهم في منافسات الدوري الممتاز، رغم أنه يعني الدوري بالموسم الجديد سيكون غيره في المواسم السابقة. الفرق كلها استعدت، الفرق دخلت معسكرات تدريبية، الفرق استعانت بالكثير من اللاعبين المحترفين، لكن أنا أشوف أدهوك هذا بوضع الحالي بهمة إدارته، بهذا الجمهور الكبير الذي التف حول الفريق،
قادر على أن يكون يعني له دور مهم في منافسات الدوري، وربما في المنافسات في السنوات القادمة سيكون لدوك شيء آخر، لأنه هم عازمين على أن يكررون الفوز بلقب الدوري. المهم يعني ننتظر منافسات الدوري وراح نشوف فريق دوك. أنا متأكد تماما أنه راح يظهر بصورة جيدة وراح يكون رقم صعب في منافسات الدوري الممتاز الجديد. نعم أستاذ عماد، للأسف الشديد لاحظنا صعود بعض الفرق من مصاف الدوري الأول إلى الدوري الممتاز، شابه سرعة بالعودة مجددا صوب الأدراج، ومنهم فريق سامراء. بعض الأندية اللي تأهلت من مصاف دوري الدرجة الأولى ظلت باقية في قعر القائمة. الآن دهوك وفق هذا الأداء العام، من وجهة نظرك هل سيكون إضافة إلى مستوى الدوري الممتاز خلال انطلاقته الجديدة أستاذ عماد؟ نعم أتفق معك يعني فيما قلت، أنه عدد من الفرق اللي يعني استطاعت العودة إلى الدوري الممتاز أو لعبت لأول مرة بالدوري ترحلت إلى الدوري الممتاز ولكنها عادت بسرعة إلى يعني دوري الدرجة الأولى. وجبت لي مثل فريق سامراء. الظروف تختلف يعني بين وضع سامراء كفريق كنادي ووضع فريق نادي دهوك أو الفرق الأخرى. يعني سامراء حتى يكون نجيب مثل يعني هذا الفريق اللي يعني احترمه جدا، استطاع الصمود 18 سنة لأكثر من 18 موسم هو بالدوري الممتاز، فريق نادي سامراء قبل يعني هبوطه بالمواسم الأخيرة. نعم الظروف قلت لك تختلف تماما. دهوك فريق يعني يمتلك جماهيرية كبيرة، يمتلك ملعب نموذجي يعتبر من واحد من أفضل الملاعب الموجودة يعني من الملاعب الجيدة الموجودة بالعراق، يمتلك إدارة جيدة، يمتلك مصادر تمويل ممكن أن تساعده وتعينه على أن يبقى في منافسات الدوري الممتاز. طيب اللي تراجعت لم تكن مستعدة بشكل جيد، كانت الهدف فقط هو أنه يعودون إلى الدوري الممتاز، لكن هل يملك الفريق الإمكانيات المادية اللي هي الآن تلعب دور مهم في موضوع اللعب في هكذا منافسات كبيرة؟ نعم. هل يمتلك الدعم المادي الكافي للعودة إلى من جديد إلى الدوري الممتاز؟ سامراء كان يفتقد هذا الموضوع، لم يتلقى الدعم المادي الناسب، حتى ممكن أن يستقطب لاعبين، ممكن أن يكون إلى يعني وضع خاص في منافسات الدوري الممتاز حتى يستمر في هذه المسابقة. مسابقة الدوري الممتاز بالعراق ليس سهل. نعم نعم أستاذ عماد البكري الصحفي الرياضي المعروف، شكرا لانضمامك معنا من بغداد وعلى الهواء مباشرة. حديثنا كان حول تأهل نادي دهوك لمصاف دوري الكرة الممتاز. طبعا نهنئ إدارة دهوك، نهنئ الأخ عبد الله جلال رئيس الهيئة الإدارية اللي وعد جمهوره بالعودة إلى مصاف الدوري الممتاز وفعلا تحقق له ما يريد. حظ أوفر إلى أمانة بغداد. بالمناسبة أكو قضية في غاية الأهمية قبل أن نختم حلقة اليوم، هي إلى الآن ما نعرف دورينا هل سيبقى على 20 أم 18 أم 24، وهل سيكون هناك فرقا هابطة مثل ما عرفنا، لأنه الآن هبطت أمانة بغداد وسامرة، وبالتالي الآن يعني والميناء طبعا عندنا مشكلة. التراخيص اللي راح تقول كلمتها خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن خلال كلمة التراخيص سنتعرف على الأندية اللي راح تبقى في مصاف الدوري الممتاز من عدمها. سادتي الأحبة، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي آمل أن نارت رضاكم، واللي كان مخصص جزءها الثاني لتأهل فريق دهوك عبر بوابة أمانة بغداد والوصول بجدارة واستحقاق إلى مصاف الدوري الممتاز. حظ أوفر مرة أخرى لأسود العاصمة نادي أمانة بغداد، وأيضا للنادي القادم من الجنوب الناصرية اللي قدم كل ما عنده. أتمنى للموفقية والنجاح، وأن يعود مجددا إن شاء الله للمنافسة واللعب في الدوري
الممتاز. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة سادتي الأحبة التي آمل أن نالت رضاكم، واللي أنقل لكم فيها تحيات جميع من كان معي في هذه الحلقة من استوديو البث والكنترول، ومن مخرج الحلقة علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم بإذنه تعالى يوم غد، وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث عبر الشرقية. إلى يوم غد نقول لكم في ملأ.